السلام عليكم. اليوم اخترتكم جيم بين المنتخب الصيني والمنتخب الأمريكي في بطولة القارات التي تجرى في أجهزتكم. اخترت جيم من اللاعب وانغ هاو اللي كان أبيض ضد الأمريكي فابيانو كاروانا. وانغ هاو أول نقلة لعبها هي نايت اف 3 دي 5 جي 3 ريتي. هنا كاروانا اختار بيشوب جي 4. هذا اللاين الأسود يلعب بيشوب جي 4 دايركت، يضغط على الفيل، يضغط على الحصان في الاف 3. هنا الأبيض عنده اختيارين، ممكن يلعب نايت اي 5 يهاجم هذا الفيل، ممكن حتى يرجع اتش 5 بفكرة يرجع بيشوب جي 6، ولا يلعب عادي بيشوب جي 2. وانغ هاو اختار بيشوب جي 2 نايت دي 7. الأسود هنا لعب نايت دي 7 كيرس فاريشن اجينست ريدي. بعد نايت دي 7 أبيض كمل تبييت اي 6 دي 3. كان ممكن هنا حتى الابيض يلعب سي 4 بدل دي 3، هذه فاريشن ثاني. هنا الاسود في هذا الكيرس فاريشن الفيل يطلع اولا بيشوب دي 6. فكره بيشوب دي 6 عشان اذا الابيض مثلا مستقبلا لعب اتش 3 بيشوب اتش 5 جي 4 يهاجم هذا الفيل في الاتش 5 بيشوب جي 6، الفيل يكون عامل كنترول للدياغونال بي 8 اتش 2، ولهذا الاسود يختار هنا استراتيجيه يطلع الفيل هنا في الدي 6. بعد بيشوب دي 6 الابيض لعب نايت بي دي 2. الاسود هنا لعب نايت جي اي 7 بدل نايت اف 6 بفكره بعدين سي 5 والحصان يجي هنا في سي 6. حتى مثلا في مرات انا اظن في وضعيات زي كذا اذا لعب اتش 3 بيشوب اتش 5 حتى ممكن الاسود يلعب اف 6 بفكره الفيل يرجع في الاف 7. هنا الابيض كمل اتش 3 هاجم هذا الفيل دايركت بيشوب اتش 5 لعب بي 3 بفكره بيشوب بي 2 والفيل يضغط على الدياجونال بي 2 جي 7. حتى في هذا الجيم حنعرف قيمة الفيلين لما تكون جيدة ولما يكون سيئة. بعد بي 3 الأسود كمل الانتشار تاعو تبيت، لأن كما نشوفوا هنايا لاعبين كبار بس يطبقوا القوانين في البداية، ينتشروا بالقطاع يبيت بعدين تيجي الفكرة، ما يبداش هو مثلا يهاجم ولا يلعب بالبيادق ولا، ينتشر يبيت بعدين تيجي الفكرة يلعب على حسب الاوبننج اللي لعبه. بعد تبييت ابيض اختار بيشوب بي 2. هنا في هذا الشكل كثير جيمات التعبت بي سي 6، بس هنا كروانا لعب نيو موف، لعب اي 5 بفكره يضغط دايركت على جناح الوزير، حتى هو بفكره اي 4 يكسب مساحه من جهه الوزير. بعد اي 5 الابيض اختار اي 4 نقله عشان يعمل ستوب للبيضه اي 5. أسود لعب سي 5 بفكرة الحصان يجي هنا في سي 6، وممكن هذه البيضه مستقبلا تضغط على السنتر. بعد سي 5 الأبيض هنا اختار استراتيجيه يكسب البير اوف بيشوبس جي 4 بيشوب جي 6 نايت اتش 4. زي ما رانا نشوفوا هنا في الوضعيه هذه، بعد ما الأبيض لعب اتش 3 جي 4 هنا الأسود أصبح عنده فيل قوي حاكم الدياغونال بي 8 حتى الاتش 2. اسود لعب نايت سي 6 ضغط على الحصان هنا في الاتش 4 قالوا اعطيني الحصان، دوك يختار هل يرجع في النايت اف 3 ولا ياخذ الفيل في الجي 6. هنا لازم ياخذ نايت تيك جي 6 اتش تيك جي 6. هنا نعملوا دراسه وضعيه زي ما شفنا البارح هنا لما اعطيتكم الفيديوهات تاع البير اوف بيشوبس لما تكون مهمه. رانا نشوفوا هنا الابيض عنده البير اوف بيشوب بيشوب بي 2 بيشوب جي 2. كما قلنا افضليه الفيلين تكون كويسه لما يكون السنتر مفتوح ولا يكون الفيل عامل كنترول الدياغونال مفتوح مو دياغونال مسكر. ولهذا الاسود هنا كروانا حيختار استراتيجيه يحاول يضغط على الفيلين ويخلي السنتر كلوز. مثلا الابيض هنا حيحاول يفتح السنتر، بس الاسود هنا في هذه الوضعيه حيحاول يخلي السنتر كلوز. ليش؟ لانه يلعب ضد افضليه الفيلين. بعد نايت سي 6 نايت جي 6 اتش تيك جي 6 الابيض هنا لعب اي 4. القانون هنا في هذه الوضعيه نفكروا شويه ش يقول اذا كان عندنا ميزه الفيلين هنا نحاولوا نعملوا السنتر كلوز نلعبوا دي 4. هل كروانا لعبها بعد اي 4 الابيض حتى هو حاول مثلا يفتح مثلا اي تيك دي 5 ولا يخلي الاسود ياخذ دي تيك اي 4. هنا
الاسود عنده اختيارين، يا ياخذ دي تاكي 4 يا يلعب دي 4. اذا لعب دي تاكي 4 معناتها باللي لعب عكس القانون، عكس قانون اللي يكون انت تلعب ضد ميزه الفيلين لخصمك لازم نخلو السنتر هنا كلوز. كروانة هنا لعب قوي، لعب دي 4 بدون ما يفكر كتير، خلى هنا الفيل يضرب في حجره في الدي 4. بعد دي 4 هنا الابيض لعب اف 4. هنا ناخذ الوقت ونعملوا الدراسه الوضعيه هذه. انا لو مثلا زي جيال ابدا افكر كده، قال انا هنا افكر من جهه الاسود، انا حوريكم هنا من جهه الاسود واعطيكم حتى نقلات من جهه الابيض. هنا الى جهه الاسود حقول هنا الفيل هنا عامل كنترول الدياغونال هذه بي 8 اتش 2. الابيض بعد اف 4 زي ما قلت لكم البارح لازم اي نقله يلعبها الخصم لازم نطرح السؤال، هل اف 4 قويه ولا مو قويه؟ شو عاوز يلعب باف 4؟ اف 4 ليش لعبها الابيض؟ بفكره يلعب اي 5 ويفتح على فيلو من الجي 2، يعمل كنترول من الجي 2 حتى البي 7. دونك الاسود لازم هنا يتخذ القرار الصحيح كيف يمنع فكره الابيض اي 4 اي 5. كروانة هنا لعب نقلة قوية جدا وعجبتني، هي جي 6 جي 5، لعب جي 5 ضغط على البيدق هذا اف 4، قال له إذا كسرت خلاص الاي 5 تولي ممنوعة للأبيض، إذا دف الاف 5 خلاص حتى الاي 5 تولي ما يقدرش الأبيض يلعبها. بعد جي 5 ليش لعب، حتى نزيد نطرح ثاني السؤال، ليش الاسود اختار جي 5؟ عشان يخلي هذا الفيل اسوء، ما يخليلوش الامكانيه يلعب اي 5 ويفتح الفيل هذا. بعد جي 5 هنا الابيض فكر، قال عندي تو تشويس، اختيارين، يا ياخذ اف تيك جي 5 يا يدف اف 5. قال اخذ مساحه انا مجيت الملك وحاول يهاجم. مثلا اذا اخذ اف تي جي 5 كوين تي جي 5 وبعدها الفيل هذا الاسود حيولي عامل كنترول الدياغونال قويه. هنا لعب اف 5، هنا الاسود لعب زاد لعب نقله قويه هي بيشوب اف 4، ضغط في خانه ضعيفه هنا سيطر عليها بيشوب اف 4. كما نشوفوا هنا في الوضعيه، نشوفوا هنايا قيمه الفيلين، فيل بلوك بالبيدق في الاي 4 وفيل بلوك بالبيدق في الدي 4. هنا الاحصنه تولي قويه في هذا الشكل، لانه الاحصنه تقدر تروح من خانه لخانه بكل سهوله عكس الفيل. الفيل يروح الا في الدياغونال، اذا كانت بلوك دوك حتولي قيمته سيئه. رانا نشوفوا هنا الاسود عامل كنترول لكل خانه السوداء، والاحصنه بتاعه ممكن تتحرك بكل سهوله، ممكن هذا الحصان يروح هنا، ممكن هذا الحصان يروح هنا، والفيل هذا جي 2 بلوك والفيل هذا بي 2 بلوك. بعد بيشوب اف 4 الابيض لعب نايت سي 4 بفكره يلعب بيشوب سي 1 ويحاول يكسر القطعه القويه هنا في الاف 4. بعد نايت سي 4 كروان هنا لعب اي 5، كان ممكن حتى هنا كانت نقله قويه وهي نايت دي اي 5 عشان يكسر احسن قطعه للابيض ويتخلص منها. في حتى قانون ممكن نشوفوه وهو دراسة الوضعية ودراسة كل قطعة. هنا الأسود إذا طبق هذه القاعدة قال هذا نايت سي 4 أحسن قطعة عنده، هذا فيل سيء وهذا فيل سيء. الأسود يحاول هنا يكسر أفضل قطعة، إذا لعب نايت دي إي 5 نايت تاك إي 5 ممكن ياخذ نايت تاك إي 5، إذا حتى لعب بيشوب سي 1 ممكن حتى يكسر، إذا كسر مثلا هنا إذا لعبنا مثلا نايت دي إي 5 حنشوفوها بيشوب سي 1 بيشوب جي 3 ما يكسرش دايركت. إذا لعب بيشوب دي 2 اف 6 بفكرة كينج اف 7 وركاش 8 الفايل مفتوح. بعد بيشوب اي 1 يرجع مثلا بيشوب اف 4 بيشوب دي 2 أكسر هنا. إذا هو كسر هنا ألعب كينج اف 7 ونشوفه هنا فيل بلوك بالبيدق البيضاء، فيل سيء جدا في هذه الوضعية. وبعدها الروك ممكن تدخل هنا في الاتش 4 وتضغط في هذا الفايل زي ما تحب، وحتى الأحصنة بتاع الاسود تتحرك بكل سهوله عكس هذا الفيل. اذا مثلا جاء هنا ممكن حتى يتخلص منه نايت تاكسي 4 بي تاكسي 4، ممكن يرجع نايت بي 4 كوين سي 7 وكل خانه السوداء حتكون ضعيفه.
بعد نايت سي 4 الاسود هنا لعب اي 5 بدل نايت اي 5 بيشوب سي 1. هنا بعد بيشوب سي 1 الابيض يحاول يكسر القطعه هذه القويه هنا. هنا كروانه ولا حتى اي لاعب هنا لازم هنا يبدا يدرس الوضعيه. قال انا كيف الاسود هنا حيلعب، انا هذا هو اللي عاوزه. كل وضعيه فيها متغيرات وكل وضعيه لازم الواحد يتوقف ويبدا يدرس قطعه واحده واحده. نايت سي 6، نايت دي 7، كوين دي 8، روك اف 8، روك اي 8، الباون ستراكشر. اذا بدينا هنا ندرس الوضعيه، نايت عنده في السي 4 مع السي 6، نقولوا نايت سي 4 قوي هنا في هذه الوضعيه، اوكي؟ بس الاسود ممكن يحاول يكسره بعدين، اوكي؟ الفيل هذا سيء جدا في الجي 2، الفيل هذا حاول يكسره هنا ويتخلص منه. الروك في الاف 8 كيف حيكون مستقبلها؟ ممكن تدخل مثلا في الاش 8 مثلا يلعب اف 6 كينج اف 7 روك اش 8. الروك في الاي 8 كيف حيكون مستقبلها؟ هنا اذا فكرنا شوي ممكن نقول لازم الروك تكون في الفايل المفتوح. وين راه الفايل المفتوح هنا في الوضعيه؟ كروانه هنا لعب نقله قويه وهي روك اي 6 بفكره مستقبلا الروك تيجي هنا الاي 6 ولا عشان تضغط في هذا الفايل المفتوح. ما راحش قال انا نلعب اف 6 كينج اف 7 روك اش 8، قال اخلي الوضعيه تاعي كده واحاول اطور من الرخ بتاعي اللي موجوده في الاي 8 بفكره روك اي 6 روك اتش 6 مستقبلا. لعب روك اتش 6، الابيض لعب كوين اي 2، الاسود هنا لعب كوين اي 7، قاعد يطور من وضعيته واحده واحده. كوين اف 2 بفكره اتش 4 ويضغط، لانه هنا الابيض ما عندوش افكار كثيره في هذه الوضعيه، لازم يفتح الوضع من جهه الملك. بعد كوين اف 2 الاسود لعب نايت بي 4، حتى هنا كانت ممكن حتى هنا كانت فكره لا نايت بي 4 بيشوب تيك، اخذ جي تيك 4 بفكره يفتح على الوزير بتاعه. ممكن الروك الان تدخل الاي 6، اذا دخلت الروك في الاي 6 بفكره كوين جي 5 خلاص جهه الملك الابيض حتولي مشلوله، ما عنده ولا لعب. حتى هنا في جهه الوزير ما عنده، ما يقدرش يفتح حتى الوضعيه لانه الدي 3 ضعيف. نايت بي 4 عامل ضغط على السي 2 وعامل ضغط على الدي 3. لعب اتش 4 عاوز بفكره جي 5 ويمنع حتى الرخ من الذهاب لاي 6. بعد اتش 4 الاسود هنا لعب نقله قويه جدا صراحه، نقله مستويات كبيره. لعب قال انا كيف اتخلص من جي 5 هذه. حتى كروانه هنا قاعد يطبق القانون، اي نقله خصم يسال ليش لعب الابيض اتش 4 عاوز يلعب جي 5. قال انا كيف اخلي الابيض ما يطبقش الفكره بتاعه. لقى هذه النقله جي 5. اذا الابيض هنا كسر ممكن اكسر هنا ويبقوا هذه البيضات ضعيفه. اذا عمل مثلا اتش 5 خلاص، اذا لعب اتش 5 الفيل هذا يصبح زي الحجر ولا زي البيضه، لانه كل البيضه بتاعه في الخانات البيضاء كيف حيتحرك. اذا لعب اتش 5 خلاص ممكن الاسود بعدها يحاول يلعب نايت بي 6 يكسر هذا الحصان، ممكن يلعب روك بي 8 ويطور وضعيته من جهه الوزير ويلعب بكل سهوله بكل اريحيه في هذه الوضعيه. بعد جي 5 الابيض لعب اف تيك جي 6، قال انا ما اقدرش العب اتش 5 لانه وضعيته سيئه جدا، لازم يلقى لعب بالنسبه لي. اف تي جي 6 لعب جي 5 بفكره يلعب بيشوب اي 3 ويفتح على الفيل بتاعه ويحاول يعمل كنترول الديجونال اي 3 سي 8. الفكره الوحيده اللي بقت للصيني وانغاو في هذه الوضعيه. بعد جي 5 الاسود لعب نايت بي 6، قال لازم اكسر افضل قطعه هنا للابيض. اذا لعب بيشوب اي 3 مش مشكله، هذا الفيل قاعد عامل كنترول الا للديجونال سي 8 اي 3، ما عندوش زمام مستقبلا ولا يضغط على الملك الاسود، قاعد الا عامل كنترول بس للديجونال هذه. بس اذا كسرت هذا الحصان، الحصان هذا عمل لي ضغط في الاي 5، عمل لي ضغط في الاي 5، ممكن بعدين مستقبلا ممكن يدخل في الدي 6، ممكن يجي البي 5. قال اكسر هذه القطعه وبعدين اشوف كيف العب، ممكن حتى بعدها ممكن يلعب كينج جي 7 روك اش 8 ويبدا يضغط على البياتق الضعيفه هنا.
بعد نايت بي 6 لعب بيشوب اف 3 بفكره اتش 4 اتش 5 مستقبلا ولا حتى بيشوب جي 4 ويغير من وضعيه ملكه ويدخل الارخخ بتاعه ويحاول يضغط من جهه الملك الاسود. حتى هنا كان ممكن اظن حتى نايت اي 3 كانت افضل عشان ما يخليش يكسر افضل قطعه عنده. الاسود هنا كان حتى ممكن يلعب مثلا نايت سي 8 بفكره نايت دي 6 ويخلي هذا الحصان اوت، لانه اذا جاء في البي 5 يكسره، اذا جاء السي 4 يكسر. كل نقله في هذا المستوى عندها حقها، ما يلعبوش اي نقله كده. اذا جاء نايت بي 6 نايت اي 3 كروانا انا متاكد حيلعب نايت سي 8 بفكره نايت دي 6 يخلي هذا الحصان اوت اولا، يطبق هذه الفكره، بعدين يحاول يطور من ارخاخه من جهه الاتش لاين. بعد نايت سي 8 لا، بعد نايت سي 8 ممكن يلعب بيشوب اي 3 نايت دي 6، بس هنا في هذه الوضعيه بعد نايت بي 6 الابيض لعب بيشوب اف 3. الاسود طبق القانون، قال انا اكسر افضل قطعه عنده وهي نايت تيك سي 4 بي تيك سي 4. هنا بعد بي تيك سي 4 لعب روك بي 6 يحاول يضغط على الفايل بعدين مستقبلا، اذا مثلا الحصان رجع ممكن الروك تدخل في هذا الفايل. بعد روك بي 6 الابيض لعب روك بي 1 عشان يمنع هذه الفكره. بعد روك بي 1 الاسود هنا لعب كينج جي 7 بفكره يخلي الروك هنا روك اش 8 يضغط على البيدق اتش 4. زي ما قلت لكم هنا نشوفوا باللي الحصان افضل من الفيل، لانه السنتر مسكر. عشان نرجع لدرسنا السابق، الحصان افضل من الفيل لانه الوسط مسكر، الفيل ما عندوش حركه، بس الحصان ممكن يروح اي خانه بكل سهوله عكس الفيل. الفيل عنده الا الدياجونال هذه، هنا فرق كبير. هنا مشي واحد يقول لي يا كوتش انا هنا ليش قلت ان الفيل احسن من الحصان؟ الفيل احسن من الحصان في وضعيات معينه، اذا كانت الوضعيه مسكره والفيل هنا ليش سيء؟ لانه كل بيدقه في الخانه البيضاء. اذا عندنا فيل ابيض نحاولوا ما نخلوش كل البيدق في الخانه البيضاء، واذا كان عندنا فيل اسود ما نخلوش البيدق بتاعنا في الخانه السوداء، لانها حتخلي حركه الفيل صعبه. بعد كينج جي 7 الابيض لعب كينج جي 2 روك اش 8 يضغط على البيدق اتش 4 بيشوب جي 4 بفكره يعمل كنترول الدياجونال الوحيده اللي بقات للفيل الابيض هي سي 8 اتش 3. هنا نرجع دقيقه، هنا كروانا فكر قال انا الان كيف حلعب في هذه الوضعيه؟ قال الابيض حيحاول يلعب روك اش 1 وروك مثلا بي 1 بفكره يفتح اتش 4 اتش 5 ويضغط على الملك بتاعه. اول حاجه في دراسه الوضعيه هي الواحد لازم يدرس الكينج سيفتي بتاع مثلا بتاعي انا وكينج سيفتي بتاع خصمنا. اذا درسنا هذه الوضعيه وشفنا كينج سيفتي حنلقوا باللي الكينج بتاع الاسود في الجي 7 ممكن يتعرض لخطر، اذا فتح مثلا اتش 5 روك اتش 1 ولا كوين تدخل ممكن في خطر على الكينج بتاعه في الجي 7. كروانا قال اول حاجه اعملها اخلي الكينج بتاعي محمي. كيف اخلي الكينج بتاعي محمي؟ لقى افضل طريقه هي فكره كينج اف 8 كينج اي 8 كينج دي 8 كينج سي 7 كينج بي 8 ممكن حتى كينج اي 7 يخلي كينج تاعه محمي بعدين يعمل اي شيء. لما يخلي كينج محمي ممكن يضغط على اتش 4 ممكن يفتح الوضعيه من جهه الملك الابيض، ما عندوش مشكله. علاش هذه النقطة مهمة جدا؟ أول حاجة نبدو في دراسة الوضعية وهي دراسة الكينج سيفتي. إذا كان عندنا الكينج تاعنا معرض لخطر لازم أول حاجة نبدأ بها هي حماية الملك. ماشي الواحد عنده ملك يهاجموا فيه عاوزين يعطوه تشيك ميت والواحد يبدأ يهاجم فيه جهة الوزير. لا، لازم الواحد يبدأ بدراسة وضعية الملك بتاعه. إذا لقى الملك بتاعه محمي ممكن يطور وضعيته مثلا في الوسط ولا في جهة الوزير، بس إذا لقاها وضعيته خطيرة الملك ممكن يحميه أولا بعدين يلعب كانتر بلاي في أي جهة. هنا كروانا لعب كينج اف 8 روك بي 3 كينج اي 8 بعد كينج اي 8 يلعب كينج اف 3 يحاول حتى هو بفكره يروح كينج دي 2 كينج دي 2
مثلا بفكره روك هنا ويدخل الكينج في البي 2، بس هنا المشكله النايت عامل ضغط على البيدق في السي 2. دونك كينج اي 2 كل مره يجي كينج اي 2 الاسود حياخذ نايت تاك سي 2. كينج اي 8 قاعد يطبق في القانون روك اتش 1 كوين اي 8 بفكره يضغط على البيدق في الاي 4 يخلي هذا الروك لازم ترجع. هذا حتى هذا بيدق ضعيف الان، كيف الان حيحمي؟ اذا مثلا لعب اتش 5 حياخذ الاسود البيدق هنا في الاي 4 ممكن حتى الكوين تدخل في الاي 2 يضغط على السي 2 ويفوز بسهوله. بعد كوين اي 8 رجع الابيض روك اي 1 ما عندوش حل، الاخر كمل في فكره بتاعه لازم يخلي الكينج بتاعه محمي. كينج سي 7 كينج جي 2 كينج بي 8 كينج اف 3 الان لعب روك سي 6. الان بعد ما جا الكينج في البي 8 الكينج اصبح الان محمي، الان عاوز يطور من الرخ بتاعه اللي كانت في البي 6. قال كيف حطورها؟ الرخ حتكون كما نقول قيمتها قويه في الفايلات المفتوحه، ما تبقاش هنا في البي 6. افضل فايل مفتوح ليها وهو الاتش 7، لازم تجي في الاتش 7 عشان تضغط على الفايل المفتوح اتش. روك بي 1 روك سي 7 روك اتش 1 روك اي 7. هنا صراحه الوضعيه منتهيه بالنسبه للابيض، لانه عنده ضعف كبير في الاتش 4، عنده ضعف كبير في السي 2، عنده ضعف كبير في الاي 4، وما عنده حتى كانتر بلاي. بعد روك كيش 7 لعب روك كيش 2 نقله انتظاريه. الاسود لعب كوين سي 6 بفكره يعمل كنترول الدياغونال هذه، لو في اي مستقبلا حاجه ممكن يضغط في الاف مثلا، ولا حتى مستقبلا لو مثلا الفيل يدخل في الاف 5 ممكن يجي روك اف 7 ويضغط على الفيل في الاف 5. وحتى هو بعد كوين سي 6 عامل حتى ضغط للبيدق في الاي 4. بعد كوين سي 6 لعب اتش 5، كان ممكن هنا يستنى مثلا روك كيش 2 يلعب مثلا روك كيش 2 ولا كينج جي 2. حتى انا حللتها قلت مثلا اذا لعب كينج جي 2 الاسود مثلا ممكن حيرجع مثلا كوين اي 8 كينج اف 1 بفكره مثلا كينج هنا كينج هنا ويحاول يخلي ملكه هنا في الدي 2 كينج اي 7 كينج اي 1. هنا عنده نقله قويه وهي اف 3 ماشي واضحه، بس بعد ما يلعب اف 3 كيف حيلعب؟ اذا اخذ البيدق مثلا بيشوب تيك اف 3 الروك تيجي في الاف 8 ويضغط مثلا في الاف لاين حيكون ايزي وين بالنسبه للاسود، لانه ما يقدرش يحمي الفيل يحمي الاتش 4 يحمي السي 2 يحمي الاي 4. هناك الوضعيه منتهيه بالنسبه للابيض، ولهذا بعد كوين سي 6 الابيض اخذ ريسكي، قال لازم العب ريسكي لانه اذا بقى كده الاسود حيطور وضعيته ويفوز بسهوله. لعب اتش 5 جي تيك اتش 5 بيشوب اف 5. هنا لو اعطيكم مثلا ثانيه عشان تفكروا كيف الاسود هنا ممكن يلعب، ناخذ مثلا نعطيكم ثانيه عشان تفكروا. هنا الاسود لعب روك جي 7 بس كان فيه نقله قويه هي روك اف 7 دايركت. كان ممكن روك اف 7 دايركت بفكره يضغط على الفيل لانه فيه بين موجود في الدياغونال سي 6 اتش 1. لعب روك جي 7 لعب جي 6، هنا كانت نقله قاتله بالنسبه للاسود وهي روك اف 8. كيف حيلعب هنا؟ يعني مثلا اذا جا كينج اي 2 كينج تيك سي 2 نايت تيك سي 2 بيدق فري، اذا اخذ البيدق هذا خلاص الوضعيه اصبحت سهله بالنسبه للاسود. اخذ روك اتش 5، هنا كانت فيه تكتيك جميل. روك تيك اف 5 ثيرست، بعد روك تيك اف 5 كوين تيك جي 6. خلى الروك اوت هنا بفكره تعطيني كوين جي 4 تشيك ميت. كيف حيحميها الابيض هنا؟ لازم يلعب كوين اتش 2 بفكره اذا اعطاه تشيك يرجع كينج اف 2. بس هنا كانت نقله قاتله بالنسبه للادوات وهي نايت تيك سي 2. اذا اخذ الابيض مثلا هنا كانت هنا حتى مثلا كوين جي 3 تشيك كينج اي 2 كينج اي 3 تشيك يجي اف 1 ولا دي 1 نفس الشيء روك جي 1 كشمات. بعد نايت تيك سي 2 الابيض لعب روك اتش 1 قال احاول حتى الاخر دقيقه واشوف كوين جي 4 كينج اف 2، بس في هذا المستوى ما فيش امل لما يكون الوضعيه خساره. هنا نايت تيك بي 4 بفكره تعطيني نايت تيك دي 3 وانتهى الجيم. حتى بعدها بكرة
كوين دي 1 تشيك ميت. ليش اخترت هذا الجيم؟ كان جيم جميل بصراحة، راه عجبني. وجدنا الجيم هذا جاء مع فكرة الفيديوهات بخصوص البير اوف بيشوبس. صراحة هنا في هذه الوضعية بينت لكم باللي امتى تكون البير اوف بيشوبس كويسة وامتى البير اوف بيشوبس تكون ضعيفة. ليش انا اخترت هذا الجيم؟ عشان نفهم هذه الاستراتيجيات. لما الواحد يلعب ضد البير اوف بيشوبس يحاول يسكر السنتر، ما يخليش الفيلة مفتوحة، واذا كان عنده أفضلية الفيلين يحاول يخلي الاوبن تاعو السنتر بتاعو اوبن مفتوح، ما يحاولش يغلقه، لانه بهذه الاشياء الواحد مستواه يتطور. لازم هذه الاساسيات الواحد يحفظها عشان ماشي كل مره يعمل غلطه قال انا في هذه الوضعيه يلعب الا دايركت، قال انا جاتني كده هو عنده فيل في البيتو يسكر الديفول. لا، لما يكون عندك افضليه الفيلين نعملوا دراسه الوضعيه. هذا راك تشوفوا هنا كروانا بطل عالمي كبير صراحه، افضل لاعب في امريكا، وامريكا تجهزوا عشان يفوز على كارسن. قاعد يدرس الوضعيه واحده واحده، يطرح السؤال هل خصمي لعب نقله قويه ولا نقله ضعيفه، كيف المانوفر بتاع الكينج من الجي 7، كينج اف 8، كينج اي 8، كينج دي 8، كينج سي 7، كينج بي 8. هو لما الواحد يشوفها هنا في التحليل يقول لك سهله، بصح عشان تجيك في الجيم لازم الواحد يتعود على تحليل وضعيات زي كده. يدرس الوضعيه، يشوف كينج سيفتي بتاعه، اذا لقى الكينج سيفتي بتاعه كويسه يدرس وضعيه القطع بتاعه، قال انا كيف اطور من قطعه سيئه اخليها قطعه جيده. يشوف وضعيه السنتر بتاعه، يشوف وضعيه الستركتر اوف باوند بتاعه. كل هذا هذوما الاشياء اللي الواحد يقدر يتطور بها. صراحه انا يطرحوا لي السؤال كثير، كيف يا كوتش نتطور؟ تتطور بهذه التحليلات. الواحد يحلل هذه الجيمات ويحاول يستفيد منها. ما يقعدش يركز الا على اوبننج 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 اوبننج. اذا انت ما فاهم شطرنج صراحه، اذا انت مو فاهم شطرنج كيف حتى لو اعطيك 1000 اوبننج حتيجي في الميدل جيم وتلقى مشكله، لان كيف حتطور بعد هلا مثلا الفيل؟ اذا ما تعرفش ميزه الفيل كيف تلعب، كيف حتطور بها الوضعيه بتاعك؟ اذا كان عندك تلعب ضد ميزه الفيل كيف تفهم باللي لازم تعمل كلوز سنتر ولا تضغط على الفيل تعمل له بلوك عشان تنقص من قيمته؟ انا احاول اشرح ازيد اجيام ثانيه ان شاء الله. اذا جاتني فرصه ارجع جيمات بخصوص البير اوف بيشوبس ولا الحصان امتى يكون كويس. هذا الجيم صراحه درسنا اليوم امتى يكون الحصان افضل من الفيل، ولا امتى يكون افضليه الفيلين تكون سيئه. اشوفكم في فيديو ثاني ان شاء الله.